دي المغاربة حاكمين العالم، برافو. ستة ديال الدوريات الأوروبية المغاربة مدين منهم أربعة بالمناسبة. إسماعيل السيباري بطل جديد ديال الدوري الهولندي مع البي اس في اندهوفن، فين تيلعب في المنتخب المغربي. إبراهيم عبد القادر دياز على مدريد بطل الدوري الإسباني مع من؟ مع الريال مدريد. أشرف حكيمي بطل الدوري الفرنسي ايسي سي باغي. او بطبيعة الحال عندنا امين عدلي لاول مرة في تاريخ باير ليفركوزن، اول بطولة في تاريخ باير ليفركوزن. شكون كيديها؟ كيديها امين عدلي. المغاربة حاكمين العالم، وهادو كاملين فين تيلعبوا؟ في المنتخب المغربي لكرة القدم. تبارك الله عليكم السبوعة وبرافو عليكم، تحياتي. عندنا القجع كيدير الفساد وكيدير الخواض وكيتحكم في الكاف، تبين ان القجع كيتحكم في الكاف وفي الويفا وفي المؤتمر الاوروبي وفي الكونكاكاف وفي الاتحاد الاسيوي، كيحكم في كل شيء. دابا هذا القجع هذا لاول مره في التاريخ جميع البطولات القاريه في العالم فيها سميه مغربيه، فيها لاعب مغربي لأول مرة. كاع البطولات في آسيا كاين سيدي سفيان الرحيمي نتاع العين الإماراتي، لعبوا البارح مع جوابنا رحيمي، جاب واحد الجول، واش اسيست ولا هدف والله ما عقلت. هذوك جوابنا تعادلوا معاهم وغلبوهم جوج لواحد فلالي. دابا كيتسناو الروتور ونفرحوا مع اخي رحيمي. هذه واحد في اسيا، ها اسيا فيها واحد اللاعب مغربي داه القجع، شرى له البلاصه، فهمت؟ القجع مشى قال لهم هذا رحيمي، هذا راه واخا تشوفوه ما كيلعب والو، هاكو الفلوس لعبوه الفلوس اجدك. دار لهم الابتزاز للاتحاد الاسيوي والامارات. وكاين بونو في واحد الدوري واحد اخر عاود اسيوي تما، بونو ياسين بونو دا واحد البطوله تما عاود في السعوديه. بونو جا عنده واحد المذيع جزائري محترم، داك السيد زعما في الحقيقه الخضر بالريش، بغى يدير معاه الحوار، قال له هذه اول بطوله كتفوز بها. ولكن عجبني شتي ديك بونو صاحبي، والله العظيم الا بونو يا صاحبي الرقي، قال الله يهديك ابن عمي الله يهديك، اش كتقول السي محمد؟ سير خضر بالريش، سير خضر بالريش، كيفاش دابا انت اول؟ واش ما متبعش اخويا؟ قول ما متبعش، سول، قول هذا اللقب رقم شحال؟ حس السيد ربح في المغرب، ربح في اسبانيا، ربح مشيت لا شحال، شي اربعه ولا خمسه ديال الدوريات. ولكن الطريقه باش قالها ما طيحش من اللقب ديال هذا العام. ادكيدكي والله العظيم اخويا، الناس هما ماشي رياضيين. شتي انا باش كيعجبوني المغاربه، راه واحد الوقيته كانوا عندنا شي لعابه اخوتي، واحد الوقت كانوا عندنا شي لعابه غتشدوا غتشدوا تبقى تخبط فيه في التصريحات ديالهم في الهضره ديالهم. دابا الا سمعتي الركراكي كيهضر مثقف، با رجل تعليم. ها اللي قلنا شتي داك النهار شفت امازيغيه حاطه واحد ستاتيو، حاطه بونو مع ولدها، زي ما كتقول لهم اش احنا راه شي كتهضروا عليهم انتم في التيك توك وكذا، احنا رانا معاهم مع الجسد الرياضي المغربي وكرة القدم واللعابه، وسكتوا باش ما نجيب عاود ولدي عاود يتصور عاود مع الركراكي. لا حكرتي التيك توك امازيغيه، والله لا حكرتي التيك توك كامل، لا ما كاينش زعما هذوك، ماشي حكرتي هذوك المورين القلوب الضيقه، اما اللي زعما قلبوا بحال القلب ديال سعيده برنوس والاخوان والاخوات، بالعكس ابن عمي فرحنا وعجبنا الحال. ايه مع بونو شي نهار غادي تحط لنا عاود الوليد عاود مع سميتو مع القجع. المهم الا دبرتي شي معرفه مع القجع وصلي له داك الشيء اللي كنقول انا هكا، فهمت؟ بخصوص داك النصائح اللي كنعطيه. تحياتي من تحياتي.
الا كان شي توقيع سعيد برنوس ولا المهم راه كيتم تكلفي بونو ولا اللي كان فهمت حتى شكون هذاك اللي كيجمع الكرات ولا المهم اللي كان شي واحد يوقع لنا تما على شي تولي هكذا. تحياتي من دعمنا تحياتي. اذا لا بالنسبه باش نعرفوا السياق اللي ما عرفش السياق الاخت ديالنا راه الزوج ديالها الكريم خدام في المجال الرياضي يعني خدام في المجال ديال كره القدم وماشي ساهل يعني ماشي شي خدمه داكشي يستحق الافتخار الله يعاونوا الله يوفقوا. اذا قلنا سفيان رحيمي بن عمي شد الكروان تاع الاتحاد الاسيوي بونو شد الكروان تاع الاتحاد السعودي رضا سليم مع الاهلي في الابطال ديال افريقيا بركان الكونفدراليه ابراهيم دياز في داك الشيء نتاع اليويفا اشرف حكيمي في داك الشيء نتاع الكونفدراليه ديالهم ديال اوروبا هذاك اللي لعب في اليونان سميتو هذاك اللي سجل 6 اهداف ولا 7 الكعبي في المؤتمر الاوروبي بقى لنا واحد شكون فين هو واحد يبقى لنا واحد في هذاك اللي كيلعب في المكسيك الادريسي في المكسيك تخيل من المكسيك جدك زياش لا زياش مراش كنهضر على النهائيات هادو دابا كيلعبوا الفينال كيلعبوا النهائيات ديال كاس امريكا كونكاكاف ديال اوروبا ثلاثه ديال البطولات الاوروبيه جوج بطولات افريقيه وبطوله ديال اسيا بطوله اسيا جوج ديال افريقيا ثلاثه ديال اوروبا وواحد ديال هادو كامل فيه المغاربه كيلعبوا الفينال وغادي يجي كونزيع بن بوزيع في البلاطو ديال هوكستان يقول لك لقجع كيدير لك ولا ساول عوسه ساول بوسه ساول جوسسه الا كان المخزن اخوتي ولقجع وصلوا حتى المكسيك وصلوا حتى ريال مدريد وصلوا شادين اوروبا ثلاثه ديال البطولات شادين اسيا جوج بطولات شادين افريقيا جوج بطولات انتم غير مشيو غنقول شي زمر انا بديت نتنرفا شتا هادشي الا كان كامل حنا كنديروه وكيديروا القجع سواء بطريقه قانونيه او غير قانونيه وانتم ما دايرين والو هي سيروا تمشيو ديروا داكشي اللي مولفين كديروا انا نمشي مع باغي يسمع بان القجع كيحكم العالم ها هو كيحكم العالم اش بغيتي تسمع اللعابه المغاربه مجهدين جابوا العز بالمجهود ديالهم ها هما جابوه بالمجهود ديالهم اللي بغيتي تسمع غنقول لك العنود العنود صافي ما بغي انا ريفيوزي انا ما بغيتش ندير التحدي شي وحده سميتها العنود من السعوديه ولا ندير انا التحدي مع العنود خلينا دابا نطنزو ديك الساعه نديرو التحديات خير الراي المغربي الغزال تحياتي شوف تفرجت شويه قبيله شويه قبيله تفرجت قبيله شويه تفرجت قبيله شويه في ذاك الطلعه اللي درتو عند الموريتانيا ياك سميتو هذاك عاد مشات لي سميتو تفرجت غير واحد ربع ساعه ابي طالب برافو خير الراي المغربي والله العظيم الا برافو عرفتي التمطيقه عرفتي ديك القضيه ديال كدير داك هاك وكتمطاك مرتاح فهمتي كتفرج وانت مرتاح فهمتي كيفاش برافو عليك والله الا برافو بالله والله العظيم اخي سيمو والله زعما فهمتي اشكال برافو فين كنا